دكتور محمود العفيفي اخصائي سمنه والنحافه. كلمني النهارده عن فعاليات المسابقه خصوصا ان حضرتك من ضمن لا طبعا الحمد لله مستوى كبير جدا احسن كمان من السنين فاتت. احنا كنا مهتمين جدا بموضوع الجمال والرشاقه عشان يبقى احنا هي ده رمز الحجاب. الحجاب هو مش مجرد بس حاجه دينيه، هي هيئه كامله سواء في الاخلاق او في الثقافه او في العلم، فاحنا كنا مهتمين جدا بالموضوع ده كله، حاجه متكامله على بعضها. بالنسبه لك كدكتور دايت او بالنسبه للسمنه والنحافه، طبعا بختار الوزن مع الطول والتناسق الجسم مهمه جدا بالنسبه لي، لان دايما الجمال بيدي ثقه وبيدي حاله من حالات التفاؤل، فلما يكون هي رمز للحجاب هتخلي ناس كتير تفكر تبقى زيها وتشجع ناس كتير ان هي تبقى زيها، غير ما يكون مثلا جسمها شكله وحش او شكله بايظ فيقول لك طب لا شكلها وحش ده محجبه، لا لو انا مش لو انا شعري احسن هيبقى شكلي احلى وههتم اكتر بجسمي. لا احنا عايزين نقول للناس يا جماعه ان تغطيه الجسم مش بيخليك تهملي في جسمك، بالعكس انت ممكن يبقى جسمك متغطي كله بحجاب محترم جدا ومهتمين بشكل جسمك وشكل ايه جماله يعني.